الخير الجديده اللي انتوا فيها دي مش بتاعت احسن واحد امال بتاعت احمد الجندي دفعوا فلوس هم الاثنين وعملوا المجله دي عمل المبنى ده مش هو الواحد هو ما كانش عنده فلوس هو كان لما تأممت الصحافه مدام رزيش كانت باتت ماتت 58 والصحافه تأممت 60 يوم وفاة والدته انت شفتيه يوم وفاة وفاة والدته شفت احسان ابو قدوس انا كنت موجود هي والدته توفت في اسمه ايه ده؟ كانت معاها مليح ده عايزة ده عايزة توفت في الجرنان ولا في البيت؟ في البيت ولا في الجرنان ولا؟ لا مش في الجرنان كانت في السينما كنت تروح سينما كتير قوي بحب السينما في اليوم ده في بقى اسمه عبد الرحمن التليفونيست كلم السينما وكلم احسان كان في السينما وقال له ان مدام رزيش اتوفت ازاي هو جوه السينما يقول له وطوا بصوت الفيلم وقال احسان عبد القدوس رئيس تحرير روزا يوسف اتفضل عايزينك في الحته الفلانيه فراح قالوا له عيط كان بيحب امه جدا كانت معاه حالات غير طبيعيه بتمنى انها اجمل وجه شافه في حياته اجمل سنه